Kia ora koutou katoa. Oh, I think I might have just. Did I? I've done yeah. Something to my headset. That's all right. We're just going to have to live with the cable. I think that. Do you want to sit in groups of like companies, governments? So, just mix it up. Is that all right with you? It's fine. Yep. Just take a seat wherever you like. By any method that you would like. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Well, then you. Well, I'm sitting here, so I can see the whole panel. So, yep, I am going to do that. And the only person that we're missing is the German government. The German. The German. Right. Okay, good morning, ladies and gentlemen. صباح الخير سيداتي وسادتي تفضل بأخذ مقاعدكم وأهلا وسهلا هنا في هذه القاعة في هذه الجلسة حول مخاطبة الإرهاب والمحتويات العنيفة أونلاين و أنا يعني مهمتي أن أدير هذه الجلسة ونحن سنعمل بكل ما في وسعنا ونجعل هذه الجلسة جلسة متميزة بالتفاعل والمشاركة الواسعة والجميع تقريبا وصل إلى المنصة وسأتحدث وأقدم أقدمكم باختصار الشديد في بداية هذه الجلسة وأقول أيضا ما نريد نفعله اليوم في البداية دورة التعرف على بعضنا ثم نشاهد فيديو من رئيسة وزراء نيوزيلندا وثم قسمين أولا المسؤولية والأجوبة يعني باتجاه سياسي ما هي المسؤوليات الموجودة وما هي الأجوبة التي نجدها على مشكلة الإرهاب والعنف على شبكة الإنترنت وثم المخاطر والمحتويات يعني وحقوق الإنسان يعني كيف ما هي العلاقة بين المسؤوليات وحقوق الإنسان وكيف نتعامل مع ذلك وثم عندنا 20-25 دقيقة للأسئلة من الجمهور وثم نرجو أيضا كل المشاركات والمشاركين لأنهم يقومون بتغذية المناقشة ما هي الأجوبة السياسية كيف التعامل مع هذا الموضوع وكيف ما هو دور الـ AGF لتناول هذا الموضوع إذن الموضوع العنف والإرهاب على شبكة الإنترنت الإنترنت هذا معروف هذا فعلا قوة جيدة جدا للتواصل هناك منصات هناك شبكات اجتماعية
تمكن المستخدم لخلق المحتويات ونشرها ونقلها إلى جمهور كبير بسرعة كبيرة، ولكن هناك أيضا محتويات صعبة تسبب مشاكل العنف وإلى آخره. وفي نيوزيلندا شهد هناك اعتداءات إرهابية على مسجدين، قتل 52 شخص فيها، ومشاكل أخرى فيما يتعلق بما حدث في الولايات المتحدة بعد 11 سبتمبر 2001. وكيف يمكن التخلص من هذه المحتويات بشكل أسرع مما سبق ذلك؟ وهذا مسألة مهمة جدا لي، وبهذا السبب أنا مسرور بإدارة هذه الجلسة. أرجوكم أنكم تقدمون أنفسكم بجاس شديد، ثم الفيلم وثم المناقشة. خذوا الميكروفون وقدموا أنفسكم. اسمي إليسا إلانسا، أنا من أوروغواي وأتعامل مع موضوع حقوق الإنسان. اسمي شيري كلارك من وزارة الداخلية الأمريكية، وتحديدا من مكتب الوقاية من الإرهاب ومكافحة الإرهاب في الإنترنت. اسمي براين فيشمان، أنا من فيسبوك، وأنا مسؤول عن مكافحة المنظمات الخطيرة، مثلا منظمات إرهابية. أنا أصلا من البحث العلمي كنت أبحث في موضوع الإرهاب. اسمي يعني أنا مؤسس واتش دوك، أنا من سريلانكا، ونحن قمنا بتأسيس منظمتنا بعد الهجمات الإرهابية السابقة. أنا وينعش من نيوزيلندا، وسنسمع رسالة من هناك بعد قليل، وأركز أعمالي على الإرهاب السيبري والأمن الداخلي. اسمي كورني غريغوار، أنا الموظف للأمانة الرقمية في شركة مايكروسوفت، إذن مختصة بأمن الإنترنت عندنا. اسمي يوبي تشويس من جنوب كوريا، أتحدث عن كوريا وعن السياسة الممارسة من قبل الشركة التي أشتغل فيها نظرا للأمان في الإنترنت. اسمي جيرت بيلين، أنا وكيل وزارة في وزارة العدل وحماية المستهلك في ألمانيا، وأنا مسؤول عن مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا للوقاية من الإرهاب. اسمي كوين سيم بارك، وأنا أستاذة مختصة بالقانون، وأركز على حرية الرأي، وكنت أيضا أعمل في مجال مبادئ مانيلا. وأنا كمدير طبعا مهمتي تطبيق الجدول الزمني، إذا كنا نتجاوز على ذلك سأتدخل، وإذا ما توقفتم بالكلام سأشير إلى ذلك بحركة الأيدي بشكل غريب. وكنا ندعو رئيسة الوزراء من نيوزيلندا أن تحضر هنا بأسباب بأسباب أخرى لم تتمكن من الحضور، ولكن هي تتحدث هنا. الإنترنت هذا قوة الخير، هذا قوة يعني تربطنا الأفراد والشركات على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية، وأعتقد
ان ينبغ ان تخدم شبكة الانترنت الخير، والتواصل عن طريق الانترنت يعطينا ايضا قوة جديدة، ولكن لا يعمل الانترنت بشكل جيد فقط، وهذا ما رأيناه بشكل واضح بعد الاعتداءات بكرايست تشيرش. يعني الارهاب تم زيادته بتدفق الحي، بث الحي، لذلك استخدموا الانترنت سلاحا في هذا الهجوم، ونحن كنا نريد ان نشطب هذا المحتوى، هذه المحتويات. يعني عندنا رؤية مشتركة لهذه الأشياء، وسوية مع فرنسا احنا اطلقنا Christchurch Call to Action، يعني النداء لمكافحة المحتويات الإرهابية على الإنترنت لأنها مضرة، ولكن في نفس الوقت نريد حماية الحرية والانفتاح لشبكة الإنترنت. وأنا مفتخرة جدا بإنجازاتنا، أكثر من 40 دولة تؤيد هذا النداء، و بما فيها أيضا شركات تكنولوجيات كبيرة، لأننا نعرف لا يمكن حل المشكلة بأحد الطرف، وبهذا السبب نربط الأطراف من البحث العلمي والقطاع الخاص من الحكومات والآخر لتطوير إرشادات في هذا الاتجاه. هذا النداء من كرايستشيرتش تم إطلاقه في حالة معقدة جدا، لأننا نواجه تحديات كبيرة في مجال أو فيما يتعلق بالمحتويات في الإنترنت، وهناك محتويات صعبة مختلفة في الإنترنت، ألفاظ الإكراه والإرهاب والآخر، لابد من تنظيم ذلك. تعرفون أن نيوزيلندا هذا بلد صغير، وطبعا نستطيع أن نصدر قوانين محلية، ولكن لا نستطيع إصدار قوانين للعالم، وبهذا سبب منتديات مثل منتداكم مهم جدا، وما يربطنا هي احترام حقوق الإنسان وكذلك القوانين لمكافحة الإرهاب. نحن بالحاجة إلى إنترنت مفتوح وحر للاستفادة من الإمكانيات المتوفرة فيها، وهذا يتطلب من الشركات، من الحكومات أنها تتعاون. ونداء العمل من كرايستشيرتش هذا نداء في سبيل العمل تحديدا، نحن ندعو إلى العمل ضد التطرف والإرهاب والعنف على الشبكة. وهناك الكثير من الأشياء التي يجب نعمله مع كل المنجزات التي أحرزناها هنا أو في العالم كله. أشكركم على المشاركة في المناقشة. العالم الذي نعيش فيه هو جميلا، ولكن هناك الكثير من العمل لازم نقوم به، ولكن نستطيع أن نحقق الكثير عندما نتعاون بشكل جيد. شكرا جزيلا. رئيسة الوزراء تحدثت عن نداء كرايستشيرتش، يمكن العثور عليه على الإنترنت بالطبع، وأنا متأكد أننا سوف نسمع عن ذلك المزيد. في الجزء الأول من نقاشنا الموضوع هو المسؤولية والأجوبة، ونبدأ مع الدكتور باركس. ما هي المسؤوليات المختلفة لدى الأطراف المعنية المختلفة؟ أنت قلت لي كثيرا أن وقتي محدود، إذن سوف أختصر وأقرأ من الورقة. المحتويات العنيفة والمتطرفة مصطلح خاطئ، هناك على الإنترنت وفي الحياة الواقعية الكثير من العنف. انظر فقط إلى ألعاب الأطفال، تذكروا فيلم Clockwork Orange. المحكمة العليا للولايات المتحدة حكمت بقرار ستيفنز بخصوص الألعاب العنيفة بالفيديو، قالوا لا يجوز منع هذه الألعاب
إلا إذا كان هناك ضرر ملموس، وإن لم يكن هناك ضرر واضح أو خطر ملموس على الديمقراطية لا يمكن منع هذه الأشياء. أنا أظن عندما نتحدث عن المحتويات العنيفة والمتطرفة نحن نقصد خطاب الكراهية، وأظن بالتالي أنه علينا أن نتحدث عن التقييدات القانونية لخطاب الكراهية، وهناك الكثير من الدراسات وتم إجراء أو اتخاذ إجراءات، ولكن هناك أسئلة مفتوحة عديدة. وفقا للأمم المتحدة فخطاب الكراهية هو ما يحرض على الكراهية على أساس العرق أو الدين أو الجنس، ولكن ماذا يعني العدوانية؟ هل يكفي أن يكون هناك موقف عدائي ضد شيء، أم يجب أن يكون هناك أثر ملموس لهذا الموقف العدائي؟ وإن كان خطاب الكراهية لا يؤدي إلى أفعال حقيقية عنيفة أو عدوانية أو تقمع مجموعات معينة، هل هو خطاب كراهية بالفعل؟ وماذا عن المنظمات التي تدعو للتمييز والعدوانية والكراهية؟ هل يكفي الانضمام إليها أن يسمى ذلك خطاب كراهية؟ وما هي مسؤولية المنصات على الإنترنت؟ لدي أسئلة كثيرة ولكن ليست لدي أجوبة كثيرة. شكرا على هذه المداخلة المستفزة. إذا سوف نسمع من الكثير من ممثلي الأطراف المختلفة، المجتمع المدني والشركات والحكومات، ولكن أرجوكم أن تفكروا دائما بالمسؤولية التي يمكن أن يتخذها مجالك أنت، على كل واحد على حدة. وإن كان لديكم أفكار حول مسؤوليات للأطراف الأخرى فلنسمع منكم ذلك أيضا. بول أش، ممثل حكومة نيوزيلندا، شكرا جزيلا. لقد سمعتم مساهمة رئيسة الوزراء النيوزيلندية، وهي قالت شيئا مهما، فقالت أن نيوزيلندا لا تعتقد أنه يمكن التصرف على حدة بعد حادثة كرايست تشيرش، ولكن بعد كرايست تشيرش كان لدينا حاجة كبيرة إلى النظر إلى ما هي الخيارات المتاحة لنا للرد على هذا الهجوم الإرهابي. أن لم نفكر كثيرا بالقوانين الجديدة، لأننا كنا نريد أن نحصل على معرفة أكثر، المزيد من المعلومات، وأن نتعاون مع الآخرين من أجل أن نشرع قوانين جديدة. في النهاية كنا على قناعة بأننا نتحرك هنا في مجال حساس وحرج لا نعرفه جيدا، فأي تنظيمات جديدة قد يكون لها آثار غير مرغوبة. لذلك أطلقنا هذه العملية بالتركيز على هدف واضح، وكان السؤال المحوري: شخص واحد قتل 51 من المصلين وأرسل فعله في الوقت الحي عالميا، إذا تم سوء استخدام المنصات من أجل نشر هذه المحتويات. لذلك تحدثنا مع حكومات أخرى تفكر هي أيضا بإجراءات أمنية، ومن المهم أن نفهم هنا أن
هناك وجهات نظر متعددة جدا من المجتمع المدني أيضا. هناك من ينادي بحرية الرأي، وهناك مجموعات تمثل ضحايا أعمال العنف، ويجب التوفيق بين وجهات النظر هذه كلها. وبالتالي توصلنا إلى نداء كرايست تشيرش الذي يهدف أيضا إلى دور مسؤوليات الحكومات، الأمن العام، العقد الاجتماعي والحفاظ عليه والدفاع عنه، والضمان بأن الديمقراطيات الليبرالية تعمل من أجل حقوق الإنسان والقانون الدولي، وذلك في أي وقت في كل وقت. وتعاوننا أيضا مع شركات وذكرناها بمسؤوليتها أن يتم تطبيق المعايير الخاصة بالشركات، ولكن نحتاج أيضا إلى وسائل لتطبيق ذلك. وهناك ضرورة للتعاون أيضا، أعتقد أن هذا هو الشيء الحاسم. نحن تعلمنا الكثير من الدروس، وأعتقد أن ذلك ينطبق على الشركات كذلك، ونحن حصلنا على معلومات مهمة من المجتمع المدني. ليس هناك باب الفيش يستطيع أن يتوسط بيننا. إذن يجب علينا أن نستمع لبعضنا وأن نفهم بعضنا. هذا ما نقوم به هنا على المنصة. شكرا. السيد سكرتير الدولة بيلين من ألمانيا. ما هو هدف مثل هذا التطرف؟ ماذا يسعى إليه التطرف؟ هناك منظمات إسلاموية ويمينية متطرفة ممولة جيدا تسعى لتدمير نظامنا الديمقراطي والتعدد الموجود في المجتمع. فهذه المجموعات تحاول أن تفعل ذلك عن طريق الهجوم على بعض الناس، ليس جميع الناس، مثلا صحفيين، رؤساء بلديات يعملون من أجل المجتمع المدني، أو ممثلي بعض المجموعات الدينية من أجل إسكاتهم. هم يريدون أن يتوقف الناس عن استخدام حق حرية الرأي. هذا هو التحدي، كيف نجابه ذلك في المجتمع؟ نحن نتحدث مع المنصات، مع المجتمع المدني وغيرهم من الشركاء، وقبل بضع سنوات أطلقنا هذه العملية. توجهنا إلى منصات الوسائل الاجتماعية وسألناهم ماذا تفعلون. هم ردوا علينا آنذاك: نحن شركات تكنولوجيا، والشركة تسعى لأغراض خاصة بالشركة، ولكن نحن نقول لا يجوز أن تلعب دور الشركة فقط، لأنها تستطيع أن تؤثر على نظامنا الديمقراطي وعلى طريقة تعايشنا. وأي سوء استخدام لهذه المنصات يؤثر على حياتنا اليومية. فسألناهم ماذا هناك من إجراءات. نحن لا نتحدث عن خطاب الكراهية، إنما عن جرائم الكراهية. يعني يجوز أن أقول أنا أكرهك، ولكن هناك فرق بين الكراهية والجرائم. في ألمانيا لا يجوز مثلا إنكار حدوث الهولوكوست، هذا ممنوع قانونيا. يعني إن قلت أن الهولوكوست لم يحدث فقد تحاكم.
من القضاء. إذن الشركات قالت لدينا معايير خاصة بنا، ما يسمى community standards، وعلى هذا الأساس يمكن حذف بعض المحتويات. المحتويات الإجرامية تحذف خلال 24 ساعة. وإذن أرسلنا شكاوى إلى هذه المنصات بدون أن نقول من نحن، يعني كلفنا شركة أخرى قامت بذلك، فهي أرسلت الشكاوى إلى فيسبوك، إلى جوجل، إلى تويتر، وبالفعل كان هناك رد فعل جيد، تم حذف هذه المحتويات. ولكن إن فعلت أنا ذلك كمواطن عادي، فعادة لا يأتي أي رد على ذلك، وبالتالي هذه الشركات لا تلتزم بوعودها. هناك أيضا قانون جديد لدينا يجبر هذه المنصات على المزيد من الشفافية، مثلا أن تنشر كم عدد الشكاوى التي وردت، وهل أدى ذلك إلى حذف المحتويات أم لا. لدينا طلبنا منهم أرقام محددة ومعلومات محددة. هل هناك نظام للإدارة للتعامل مع هذه الشكاوى؟ في البداية كان لدي انطباع بأنه لدى تويتر مثلا ليس هناك نظام مجدي، ليس هناك تمويل لنظام من أجل التعامل مع هذه الشكاوى، ولم تحذف هذه المحتويات على تويتر. لذلك اتخذنا قرار، قلنا يجب أن القانون الجنائي الألماني هو أساس الحذف. لم يقرر أي برلمان إلى الآن هل هذا مناسب. نحن نتحرك هنا ربما على أساس القانون المدني، ولكن لا يمكن للشركات أن تطبق هي قواعد خاصة بها، هذا مهمة البرلمان. لذلك المنصات يجب أن تتصرف بشفافية أكثر، وإذا كان هناك انتهاك للقانون فيجب حذف هذا المحتوى. الأمر كالتالي، القانون الجديد قد يساعدنا على مراقبة الأنشطة أكثر وأن نحصل على معلومات أكثر. نتعاون في هذا الخصوص أيضا مع الحكومة الفرنسية، ونريد أن نتوجه للاتحاد الأوروبي مع بعض المقترحات، لأننا نعتقد بأن الاتحاد الأوروبي هو المستوى المناسب لتشريع هذه القوانين. الاتحاد الأوروبي يستطيع أن يشرع قانون عن الخدمات على الإنترنت والتجارة عن طريق الإنترنت. هناك طبعا إطار قانوني ولكنه غير دقيق ويحتاج إلى تحسين، وأيضا هناك ضرورة أن ننتبه أكثر لضحايا هذه الكراهية. يتم تهديد أفراد في الإنترنت، ولكن في خارج الإنترنت أيضا، وعندما يتوجهون للشرطة فيسمعون هذا مشكلة موجودة على الإنترنت فقط وليست مشكلة واقعية. ولكن لدينا تجارب سلبية جدا في بداية صيف هذا العام عندما تم اغتيال أحد السياسيين من شخص حصل على معلومات هذا السياسي عن طريق الإنترنت، وهو تحول إلى متطرف عن طريق الإنترنت. إذن المشكلة ليست فقط على الإنترنت. بعض الصحفيين اضطروا على الانتقال لأنه تم نشر عنوانهم مع صورة للبيت. يجب أيضا الكشف عن هويات الجنات، هل يعملون لمنظمة أم لا؟ سوف أختم بعد قليل. في
ألمانيا يستخدم هناك يستخدم ملايين من الناس الفيسبوك وتويتر وجوجل، ولكن معظمهم سلميين تماما. فقط 4,000 من الناس يتصرفون بشكل متطرف على الإنترنت ويسعون لتدمير مجتمعنا. وأنا يهمني جدا أن اسمع ما هي تجارب المجتمع المدني أو ما هو موقف الشركات، لأن السؤال لا يزال لدينا: كيف نطبق القوانين، كيف نضمن حرية التعبير على الإنترنت، ولكن كيف في الإنترنت وخارج الإنترنت أيضا. شريك لاك، تفضل. شكرا. أنا صراحة لدي نزلة برد قليلة، ولذا صوتي مبحوح نوعا ما، وأتمنى أنكم ستفهمون عليه بشكل جيد. رغم ذلك، باسم الحكومة الأمريكية أود أن أتحدث بعد شأن هذا الموضوع وأشرح لكم منهاجنا في ذلك. لدينا منهاج شمولي يدمج كافة أنحاء المجتمع، لا نركز فقط على الحظ على المدى القصير، بل أيضا على البناء للمقاومة على المدى الطويل المستدام للمضامين الإرهابية. وهناك سياسة تطبع المبادئ المطبعة منذ زمان، إذن من جانب الدستور، وبناء على ذلك أيضا حرية التعبير عن الرأي. وهذا في الملحق الأول، التعديل الأول للدستور مشمول منصوص عليه، ولنا طبعا التزام دولي تجاه حقوق الإنسان، وهذا شيء مركزي جدا. نحن نعمل بكل ما في وسعنا على الدوام لكي نعارض التطرف والإلكتروني، وبما في ذلك أيضا نشاطات تضمن الإرهاب ونضمن في نفس الوقت حقوق الإنسان وحرية التعبير. ولكن لا يجب أن نحذف مضامين طالما هي لا تنتحق بوضوح القوانين، مثلا على شكل المواد الإباحية استخداما للأطفال. فلكن مضامين فقط تنشر إيمان أو أيديولوجية، وهي كثيرا ما مواد متطرفة، هذه المضامين ليست بضروري تنتحك القانون، فلذا هي محمية من قبل الدستور لدينا. المبدأ الأساسي الثاني الذي أود أن أتطرق إليه هو أننا نعتمد كثيرا على التعاون مع الشركات التكنولوجية فيما يخص المضامين الأخرى، وحاليا نفضل ذلك على التشريع للقوانين الجديدة. ولا نستطيع إلا أن ندعم الشركات في أن تفرض معايير خاصة بها، بما معنى أن المنصات لا يجب أن توفر أي مجال للمضامين الإرهابية والمتطرفة. ونحاول أيضا أن نشاطر المعلومات بشكل أفضل مع الشركات، نتحدث مثلا عن الاستراتيجيات والتكتيكيات العامة كي نضمن الشركات في عملها للحظب. فأظن أننا قد نحرز تقدما على هذا السعيد، فهذا ينطوي خاصة على القطاع. على سبيل المثال، لدينا منظمة القطاع التكنولوجيا ضد الإرهاب، وهنا تجتمع الشركات لكي تعارض سوء استخدام منصاتها أو تدعم أيضا منصات صغيرة ليست لديها أي فهم لهذه المواضيع. وثالثا، وهذه نقطتي الأخيرة، نحن على يقين بأن الرقابة والقمع ليست الوسائل المناسبة لمعارضة الإرهاب الإلكتروني، بل المزيد من حرية التعبير والخطاب الديمقراطي.
وفي الولايات المتحدة نحن مقتنعون بأنه من المهم أن نطور المقاومة والحصانة المستدامة للتفكير التثقفي، فهذا يعمل عن طريق التعليم ومن خلال إشراك الجماعات بما خاصة المجتمع المدني ولكن الشركات التجارية كذلك. ونحن نعتبر أن حظر ما سيكون غير فعال أو يمكن أن يكون معقوس التأثير، إذ أن لربما خطاب الكراهية سينتقل إلى مجالات أخرى ويقوض عملنا المعارض للإرهاب. بعض الحكومات تستخدم نشاطات مزعومة ضد الإرهاب كي تقلل من النشاطات غير المرغوبة من قبلها. بالنسبة لنا يعني الإرهاب والتطرف أيضا بشكل بديهي أيضا المضامين المتطرفة اليمينية، وتحدثنا ممن تركوا هذا المشهد وقالوا أن العقاب من قبل الحكومة تلعب لمصلحتهم، إذ أن هم من خلال ذلك يرون أن هناك تعزيز لروايتهم الخاصة بهم. وأخيراً أود أن أقول أن التعاون شامل واسع النطاق مثل ما هو الحال هنا في هذه المنصة مفيداً جداً. العنف والتطرف دوماً لدينا تهديدات وتشخيصات مختلفة، ولكن أستطيع أن أقول فقط أن في الولايات المتحدة نميز ما بين خطاب الكراهية وبين التطرف العنيف، وهنا نركز على النضال استخدام العنف والعنف نفسه، ولا نود أن نمنع الكلام والكلمات ونحظرها إلا إذا كان الأمر يتعلق بالعنف مباشرة. شكرا جزيلا على هذه المنهجيات المختلفة. تماما على الصعيد الوطني هنا نرى الأطر القانونية المختلفة تماما، وأين ترون المسؤولية؟ شكرا جزيلا. ثلاث وجهات نظر من القطاع الخاص. نبدأ بـ MP Joy من ماكاو. لو استطعت الإيجاز في الكلام سيكون مفيدا. شكرا. نعم، أظن أنه من المهم للغاية أننا نفهم أن كل شركة وكل بلد يخضع أو تخضع للسياق الثقافي والتاريخي والاجتماعي، ونحن شركة تقدم منصات لدى تقدم خدمات للتواصل الاجتماعي وخدمات الدردشة والتواصل، وإذا كاكاو تخضع لطلب التنظيم الذاتي. نحن من مقدمي الخدمات وعلينا أن نطبق القانون الصارم المفعول ونحاول أن نحمي المستخدمين لدينا من المضامين الخطيرة والمضرة، أي أننا الشخص الذي يريد أن يفتح حسابا لنا ويحمل مضامين نحمي هذا الشخص حقا. في كوريا الوضع كالتالي، أن الحكومة تقوم بالتقنين الشديد. لدينا كيسو KISO وهي الالتزام أو التعهد الذاتي لقطاع الإنترنت في كوريا إذا صح التعبير في الترجمة، وهذه الوسيلة التي من المفروض أن تحمي المستخدمين. إذن كيزو. من الأهم في هذا الصدد من أجل منع انتشار هكذا مضامين خطيرة ومضرة هو أننا نشرك الجميع، مما يعني أن المستخدمون يشتركون في هذا السدد من خلال الإبلاغ عن هكذا مضامين، ومن ثم نطالب من المستخدمين أن يفعلوا ذلك فعلا. إضافة إلى ذلك
نخلق وعي لدى المستخدمين حول ما هي المضامين المضرة والخطيرة، ونزودهم بالمعلومات المطلوبة. نحن بمثابة ياهو بشيء مشابه نقدم الخدمات، إذن سنسمح بتبادل الآراء وتعبير عن الرأي بين المستخدمين. وبالطبع هناك مشاكل اجتماعية هائلة تنشأ عن بعض المستخدمين الذين يسيئون استخدام هذا الشيء من خلال الإهانة بالأشخاص الآخرين. فإذا نرى أن هناك بعض التأثيرات الجانبية السلبية غير المرغوبة بها للتواصل لدينا، وبالطبع الوضع كتالي أننا سنقدم عروض تسلية أيضا وأيضا معلومات حول ذلك تتصل بما نقوم به، ونحاول أيضا أن نقوم بالرد السريع ونتجاوب للتغيرات الاجتماعية التي تنعكس أيضا في التعليقات للمستخدمين، وفي نفس الوقت نضمن حقوق المستخدمين لدينا ونحاول إيجاد طرق من أجل إيجاد توازن جيد ما بين المصالح المختلفة. إذن في هذه الطريقة نلبي مسؤوليتنا الاجتماعية. شكرا جدا. من ثم الآن نسمع لبراين فيشمان، وهو له وظيفتين لدى فيسبوك ولدى أيضا الاتحاد الدولي لتكنولوجيا المعلومات. شكرا جزيلا على دعوتي إلى هنا. أود أن أصف لكم بإيجاز شديد ما هو مبدأ فيسبوك المطبع بالنسبة لهذه الموضوع. بصفتي الرئيس الحالي للمنتدى لمكافحة الإرهاب إلكترونيا، أود أن أبلغكم بشيء ما. يعني هذا موضوع يشغل بالنا الكثير هنا معنا في القاعة. نحن نوعا ما في عملية انتقال، ولذا لربما يهمك إلى أن نتجه في المنظمة فيما يخص دوري في فيسبوك. إذا نحن في فيسبوك ودعنا لنفسنا السياسة للتعامل مع المنظمات الإرهابية الإجرامية ومع المنظمات التي تنشر الكراهية. وخلال هذه المجموعات لدينا خمس محاور. أولا لدينا قواعد الاستخدام نتبعه ونتعاون مع جهات إنفاذ القانون لو كانت مثلا طلبات للتسليم للمتهمين. النقطة الثالثة ندعم الخطاب المعارض لخطاب الكراهية، إذا مثلا ندعم المجتمع المدني عندما يحاول أن يعارض هذا الكلام وهذا المؤتمين بشيء ما. رابعا نحن نهتم أيضا بالأشخاص في الفيسبوك الذين يعبرون عن أو الذين يؤثرون لمشاهدة هذه المضامين البشعة المروعة جدا كي نسهل عليهم هذه العملية. والنقطة الأخيرة جهودنا بالتعاون مع باقي القطاع وندعمها هم أيضا من خلال توفير بعض الوسائط، وهذا مجال حيث لا يوجد تنافس بهذا المعنى، حيث نريد أن الآخرين يتعلموا من نقطة الضعف والقوة لدينا. وموضوعنا أو فريقنا مسؤول عن هذه المحاولة الخمسة، ولكن هناك المزيد من المواضيع الأخرى لدينا فرق المهندسين، الفرق التنفيذية، أيضا من يقوم طيلة النهار فقط بكتابة التوصيات السياسية. الفريق لدينا يقوم بإشراك خبراء من خارج الفيسبوك، ونحن ننسق الجهود المختلفة للشركة خاصة مع من له إلمام خاص ببعض المواضيع بعينها، ونحاول أن نمثل موقف إجماعي عام منسق. يعني نحن لدينا ما يزيد عن 3000 شخص يعني في أنحاء العالم عملهم يتعلق بمعارضة الإرهاب، وهناك 50,000 شخص يتأكدون من المضامين. فإذا هذا عدد كبير جدا. أود أن أؤكد على ذلك وأبرز ذلك، إذ أن هذا التحدي الهائل
يعني تقريبا الجميع استخف بها، يعني كل من يعمل خارج الشركة أيضا. حتى أنا لم تكن لدي أي فكرة عن ذلك قبل سابقا، يعني أنا من الأوائل الذين تعاملوا مع من كانوا في قلب مؤسسي داعش في عام 2007. يعني وعندما كنت عامل في هذا المجال آنذاك لم أعي تماما ما حجم هذه المهمة، ومن ثم تأكدنا من حجم المعلومات والمضامين المنشورة هناك. وأود أن أوضح للجميع هنا في القاعة، في خلال 6 أشهر الماضية فقط، يعني لغاية نهاية أكتوبر، يعني كان هناك ما يزيد عن 10 مليون مضمون حذفناه، كانت تنتهك بشكل موجه نحو الإرهاب القواعد الموجودة لدينا، وهذا شيء كبير. وهنا لا نريد أن نقوم بالرقابة، يعني عندما نختلف مع بعض الأشخاص، ولكن هناك دعاية للدعش إلى آخره. وفي بعض الأحيان المؤسسات الإعلامية أيضا تنقل هذه الأشياء، ولا نستطيع أن نرفع ذلك إلى صعيد الدولي العالمي إلا إذا تذكرنا هذا الخلفية. وهذا صعب للإنسان ومن الأصعب على الأجهزة والمكائن. إذن لدينا ذكاء اصطناعي متقدم ومتطور جدا، وتحدثنا عن إلى أي درجة هناك صعوبة بسبب الاختلاف اللغوي. وهنا أوضح للجميع هذا من ضمن الأسباب لماذا السياسة هي في أنحاء العالم هي نفسها، وهذا حامل الغاية بسياق متصل بهذا النقاش، وهو الشيء التالي: علينا أن نهتم ونحترم القوانين الوطنية. كم عدد أعضاء الأمم المتحدة؟ كم عدد الدول؟ يعني تقريبا 200 دولة. فإذا هذا من الصعب للغاية أن نراعي كافة القوانين الوطنية. فإذا هذا تحدي نقف أمامه جميعا، وهذا أود أن أذكركم به جميعا. والنقطة الأخيرة نطبعها في فيسبوك، أننا نحاول أن نشارك في اللجنة رفيعة المستوى لمعارضة الإرهاب الإلكتروني. بالنسبة لا يعرف ما هي هذه اللجنة، هذه هيئة تم تأسيسها منذ 2، ولكن بناء على نقاشات غير رسمية قوية قد أجريت بين منصات مختلفة منذ سنوات عديدة. فإذا لدينا هذا المنتدى الذي قمنا بتأسيسه، فيسبوك، مايكروسوفت، جوجل وتويتر معا أطلقنا هذه المنصة. وفي البداية كانت الفكرة هي تبادل الممارسات الحسنة والتجارب الفاشلة. بدأنا بتبادل الهاشز، أي مضامين معروفة مشهورة، يعني يمكن مثلا نتخيل هاش وكأنه بسمة أصبع لمضمون رقمي. فإذا قمنا بالتبادل هذه الهاشز، فما سجلناه على نطاق واسع، وهذا تبين بشكل أوضح بعد اعتداءات كرايست تشيرش، أن في سياق متصل بالجهود للحد من الردود على ذلك، أننا فهمنا أن علينا القيام بالمزيد من الجهود التنسيق الأفضل في وقت الأزمات، حيث هناك اعتداء حقيقي في عالم الواقع، يعني ومن ثم يبث بشكل حي على شبكة الإنترنت. وإذا كان هناك حاجة لتشخيص هذا الفيديو بسرعة هائلة، ونوعا ما حققنا ذلك أيضا ونجحنا في ذلك، ولكن هذا أظهر لنا أننا بحاجة للتنسيق الأفضل، بل وليس فقط التنسيق بل أيضا التفاهم. يجب الحديث لبعضنا البعض، ونحتاج إلى بروتوكول معين، أي إطار حيث نستطيع أن نتحاور في داخله. وهذا كان هاما، وهكذا أسسنا هذه اللجنة رفيعة المستوى على أساس منظمة مستقلة غير حكومية، ونحن في ثور هذه العملية، والمحامون لدينا يحاولون حاليا في وضع الحظافير الأخيرة للنظام الداخلي لهذه المنظمة، ومن ثم نبدأ بالتوظيف والتعبئة. وأهم المؤسسات العاملة في القطاع ستمول هذه المنظمة، ومن ثم أود أن أبرز ذلك
في من عنصرين من جانبين، يعني علي أن أستعجل أكثر. يعني لدينا الحوكمة وطريقة العمل، يعني الحوكمة ستدفع من القطاع وتقف وراء ذلك أساسا 4 منظمات تجارية، ونتحدث هنا عن نظم وطنية للأمن. يعني وهنا نود أن نضمن أننا سنحصل أيضا على المدخولات من قبل الحكومة، لذا شاركنا بعض الحكومات في هذه الجهود، ونود أن نضمن أنها هي حكومات تحترم حقوق الإنسان، وهذا يعني أنها حكومات متمثلة في تحالف فريدم أونلاين. يعني وأيضا في نفس الوقت نود أن نضمن أن ليست فقط هناك نقاشات تجري وراء الأبواب المغلقة مع الحكومات، وهنا نود أن ندمج أيضا منظمة غير حكومية، لذا نحتاج إلى خلق توازن ما بين هذين النقاشين. بعض النقاشات يجب أن تجري وراء الأبواب المغلقة، أما البعض الآخر يجب أن تكون مفتوحة كي يستطيع الأشخاص الذين أن يدخل بشيء مفيد أن يقوم بذلك. هذه الفكرة الأساسية، هذا ما نحاوله، هذا يبين على ما أبسط أما هو حقا في التنفيذ، وأن أجرينا نقاشات صعبة حول التنفيذ ذلك، وهذا هو الهدف. والشيء الأخير والثالث أود أن أقوله، ما نخطط للقيام به بهذه المنظمة لو أصبحت تعمل. نود نواصل ما بعمل الآن، نريد أرض للتدريب والتعليم للمنصات الصغيرة وإعلامها بظروف وشروط عمل عاملة وناجحة، وما يمكن العمل مثلا في سبيل حماية هؤلاء الناس وصحتهم الذين يتابعون المحتويات. ونريد التعاون التقني، تبادل هاشز، وتمكين الشركات الصغيرة من المعرفة أن هناك أزمة، لأن ليست لهم هذه الشبكة العالمية التي تتابع وتراقب الأمور مثل مايكروسوفت وفيسبوك. ونريد أن نقوم بالبحث العلمي أيضا بمسؤولية كبيرة، ليست عندنا الأجوبة، ومثل ما لا تكون الأجوبة متوفرة للحكومات، ونريد أن نمول ونحفز الباحثين الجيدين في ذلك. والشيء الأخير، وأود أن أذكركم أستاذ لمكافحة الإرهاب، يمكن العبارة هذه، أنا تعلمت ذلك، درست ذلك في جامعات مختلفة، يعني الإرهاب هو استراتيجية الضعفاء، يعني هذه استراتيجية للاستفزاز، استفزازنا كي نرتكب أخطاء، إذا أننا نرد بالتصعيد أو أن مثلا ردودنا ليست صحيحة ونضر أنفسنا. وكي لا نسقط في هذا الفخ، لا يجوز أن نتحدث ما لا نريد، ولكن نتحدث عما نريده. وعندما نتحدث عن هذا الموضوع الآن، يجب نتساءل وين موقفنا، وهذا يسري على سياستنا المتعلقة بمكافحة الإرهاب. شكرا جزيلا على هاتين الرؤيتين، ومعنا كورتني غراف من مايكروسوفت. أود أن أشير إلى رؤيتنا أيضا لتمكين إنجاح الحوار اليوم، واليوم أتحدث عن التصرف والسلوكيات المسؤولة نظرا للإرهاب والتطرف. كما تعلمون، مايكروسوفت يعرض طيفا واسعا من الخدمات والتكنولوجيات، وهذا يتطلب منا معرفة كبيرة عن المخاطر وتحديد مسؤوليتنا عن ذلك. سأتحدث عن التفاصيل لاحقا، ولكن كمسؤول عن الأمن الرقمي في شركة مايكروسوفت، أستطيع القول بأننا نعمل على ذلك، وهذا على مستوى سياسي سياسة الشركة، وأيضا على مستوى التكنولوجي تعزيز مسؤوليتنا. وأود أن أربط مسؤوليتنا بأحداث كرايست تشيرش، وأشرح لماذا مايكروسوفت تؤيد فكرة تعددية الأطراف المعنية. هذا يتعلق بالمجتمع كله، وعلينا أن نفهم ما هي الرؤية، النظرات المختلفة للأطراف المختلفة وأدوارها ومسؤوليتها. وكرايست تشيرش هذا في الحقيقة كانت فريق
جديدة من نوعها، لأن تم تحديد ما هي المسؤولية الحكومة، القطاع الخاص، ووين يندمج ذلك. بالنسبة للحكومة من الواضح جدا أن كل نوع من الرؤى الاقتصادية طبعا لابد من أخذها في الاعتبار. بالنسبة للقطاع الخاص طبعا من الضروري أن نحدد الخدمات والمنتجات التي نعرضها، ونحن نحتاج إلى تبادل في البحث العلمي أيضا. وأشير إلى المشكلة، يعني ننظر إلى الإطار الذي أعتبره مجموعة نسيج من البقع المختلفة من القوانين، وعلينا أن نتساءل ما هي المخاطر الناتجة عن ذلك، وما هي الأشياء المختلفة بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي. مثلا أتحدث الآن عن لينكدين، يختلف الأمر هناك. هناك فعلا هيكلية أعمال، ونقدم أيضا منتجات مكتبية ويعني أوفيس، والتاجر هو يبيعها ونحن لا نراقب المحتويات بهذه الطريقة. وهناك مشاكل بالنسبة لهياكل الكلاود، وبعض يقول يعني نقول فقط نحن نقدم الخدمات فقط ولا نكون مسؤولين عن الحلول التقنية، ولكن نحن نشعر بالمسؤولية ونقول بكل صراحة ما هي أهمية وضوح الحدود بين المسؤوليات المختلفة والاختصاصات المختلفة. وهدفنا أننا نعزز حقوق الإنسان وبهذا بشفافية كبيرة، وهذا هو الأمر الحاسم بالنسبة لعملنا. شكرا جزيلا. والآن معنا أيضا ممثل للمجتمع المدني، لست متأكدا هل يمكن أنطق باسمك بشكل صحيح. يودناي فيراتني، أنا من سريلانكا وعندي وظيفتين أيضا، وقيل لي بأنني أتحدث أو ميل إلى التحدث بسرعة، إذا أحاول أتحدث الآن ببطء. وأنا منسق في مركز البحث العلمي اليونيتشر، و أنا كذلك أفتش الحقائق في منظمة إشراف في سريلانكا. من رأى انفجار قنبلة أرجو ترفع اليد، هذا قليل جدا. وأنتم من يسرق، ومن لمن يسري عليه ذلك يعرف ما أتحدث عن ذلك. هذا أنك لا تفهم شيء في هذه الحالة، أنت فارغ تماما. منذ شهر مارس أذار عام 2018 أنا كنت أعمل ربما إلى حد ما ضد فيسبوك، وفيما بعد مع فيسبوك، مع فريق إدارة الأزمات في فيسبوك. كان الهدف هو تفهم أحسن لكلام الكراهية. وفي الحقيقة كان هناك واحد يلتقي مع شريك أعمال، وفجأت أن هو يرى أن هناك أجساد تطير في الهواء، وتساءلوا كيف، ماذا العمل، يعني لابد من أن نعمل شيئا، وهذا الحوار الذي نحتاجه لازم أن نعمل ونفكر بكل الحدة الأكاديمية كيف نمنع ونوقف نشر هذه المحتويات. ولكن عندما تبدأ هذه الحوارات كثيرا ما تبدأ متأخرا، ويجب أن نركز على التفاصيل. مثلا كنا نفكر هل من الممكن أن نستخدم تقرير ICC 65، ولكن ليس عندنا الوقت للانتظار إلى إحضار هذه الأمور.
الدستور إلى المحكمة، ولكن الأمر هو تقديم الإسعاف المساعدة الأولية للتكنولوجيا. لا يمكن مكافحة النار إلا بالنار، وبهذا السبب أسسنا هذا الواتش دوك عندنا. نحن نتابع المقالات الصحفية، ونحن أيضا نسجل الفيك نيوز. عندنا 45,000 مستخدم، وعندنا الآن يعني أكبر قاعدة بيانات للمعلومات الكاذبة يعني، وعندنا الآن 100 عامل وعاملة. يعني في البداية كان هذه المؤسسة صغيرة جدا، الآن أصبحت جبارة، و هذا متطابق مع ما كنت أعمل فيه كباحث في آسيا. يعني لابد من إدراج هذا الحد الأكاديمية إلى عملنا. يعني قلت من البداية كان عدد المستخدمين 45,000 مستخدم يعني، ولكن في سريلانكا هناك كثير من المعلومات الكاذبة. قلت في ألمانيا هذا الأقلية التي تنشر معلومات كاذبة، في سريلانكا أعتقد أغلبية المستخدمين ينشرون هذا الأكاذيب، ومن الصعب جدا أن نسيطر على ذلك إلا ب السيطرة على بعضنا أو المراقبة على بعضنا. وفيسبوك طبعا عندكم منصة منظمة جدا خلافا من شركات أخرى، ونحن كنا نتساءل لماذا لا يتم فعلا تطبيق هذه السياسة. قد يكون ناجحا في ألمانيا أو في الولايات المتحدة، ولكن هذا لا يعمل في سريلانكا أو في بلدان الجنوب. ونحن نعرف أن تطبيق ذلك سيء جدا. إذن لاحظنا أن هناك تحديات تقنية لتحقيق ذلك، مثلا نداء كرايست تشيرتش. هناك لغات كثيرة في الجنوب العالمي هي فقيرة بالموارد اللغوية، يعني ليست عندنا هذه الأجسام، ليست عندنا قوائم للاستخدام اللغات. إذن من الناحية غير التقنية عندنا الوضع إن الشخص ذي الدراية في الشؤون التقنية وهو يعرف اللغة الإنجليزية اللغة الألمانية هو يقدر على حل مشكلة. وإذن لكل هذه اللغات الهند الجرمانية هناك يعني هناك ثلاثة شفرات يمكن استخدامها لإيجاد حل. نحن ربما نحتاج إلى 10 سنوات لذلك، بالإضافة إلى الخوارزميات. وكثير من اللغة الكراهية هي ضد التامييل وضد الإسلام. ونحن تحدثنا مع الخبراء الذين يقولون أنه يتم التركيز على خصوصية الكراهية مثلا أو تهديد. مثلا عندما يكتب هناك سأقتل جاري يوم الغد في الصباح، هذا تهديد مباشر، ولكن لغة أمي ليست لها المستقبل في اللغة. إذن نحن بالحاجة للبحث العلمي، بحث اللغات المختلفة، أيضا نوع وكيفية الألفاظ الكراهية. ولا يكفي أننا نحلل التعليقات فقط ونكتب نظريا حول ذلك، ولكن نحتاج إلى تحسين التعاون مع الفنيين والتقنيين، لأن فيسبوك هذا ربما أكبر جسم من النصوص في العالم، وهذه البيانات لابد من نقلها إلى المجتمع المدني التي تظهر فيها المشاكل. والباحثين العلماء الذين يفهمون الإتيمولوجية لهذه اللغات، مثلا كامبي هذا كلمة باللغة التاميلية تعني الأخ الأصغر، ولكن إذا كان هناك شخصين يستخدموا ذلك ككلمة تحية، ولكن في اللغة السنغالية استخدموا هذه الكلمة أيضا عندما يقول ذلك سنغالي إلى تاميلي، يقول هذا يشابه كلمة الأسود النيغرو
يقوله أحد أبيض إلى أفريقي. إذا نحن بالحاجة إلى معرفة الأصول الأثنية للمتكلمين أيضا. كثير من المشاكل ناتجة عن الجهل بالنسبة لطبيعة اللغة. إذا هناك مشاكل على مستوى حقوق الإنسان. إذا لازم نفهم أن كلمة دمبي التي تكون مثلا مكتوبة بالخط الإنجليزي باللاتيني فقط ليس بالسنغالي. إذا هناك ثلاثة مستويات مختلفة للغة، ويمكن لأي شركة أن تضغط الأزر الأحمر وهكذا يتم إلغاء شطب هذه المحتويات. ولكن ما أريد أن أراه هو أن هذه الشركات تتشابك مع الباحثين في الميدان، لأن هناك معرفة هناك دراية، ولكن البيانات والمصممين هم في مكان آخر. ولا أريد أن هناك أحد يعرف اللغة الإنجليزية ويقوم ببناء سياق ويفرضه على لغات أخرى، لأن التركيب اللغوية مختلفة، لأن هذا فاشل تماما. إذن الأمر يحتاج إلى مزيد من التعاون. طبعا هذا متعلق بالتمويل، لأن نداء كرايستشيرتش هذا فعلا أداة سياسة ممتازة، ولكن كان على نيوزيلندا أن تقوم وتطلب من العالم بالانتباه إلى ذلك، وتنفجر القنابل في أنحاء كثيرة من العالم ولا أحد يهتم في ذلك. وبالتالي أشكر نيوزيلندا كثيرا على أنها رفعت هذه المناقشة على المستوى العالمي لإجراء الحوار الآن هنا. وقبل ما نستطيع أن نقوم بالحوارات السياسية الممتازة، علينا أن نحل المشاكل الفنية والتقنية، والقانونيين يجب أن يتعاونوا مع التقنيين والفنيين لأن يوضحون ما هي الأشياء الضرورية التي نعمله لترجمة الأشياء التي نتفق عليها إلى الواقع. هذه كانت وجهة النظر مثيرة جداً، والمنظور الأكاديمي أيضا يشير إلى حجم التحدي الذي نتعامل معه، ويشير أيضا إلى أنه لا يمكن لأحد وحده أن يعالج هذه التحديات. علينا أن نتعاون، وهذا يخص المسؤوليات وكيف نكون على مستواها. ولكن نود أن نتحدث قليلا عن المخاطر، ونبدأ مع أديسون لانزر الذي يعطينا الأساس ربما قبل أن تشارك المنصة كلها في النقاش. نرجو الاختصار وبعد ذلك نفتح الباب للجمهور أيضا. أنا المتحدث الأخير، ومع ذلك أنا تحت الضغط. خطاب الكراهية والإرهاب والتحريض من أكثر الأمور المتنازع عليها فيما يخص حرية الرأي في العالم. من الصعب أن نصنف الأصناف أو أن نحدد الأصناف، وأن نتحدث عن أثرين لهذه الظاهرة مهمين بالنسبة لحرية الرأي. هناك مخاطر أيضا على صعيد التعامل مع ذلك على يد الشركات والحكومات. أنا مقرر في الرأي العام، لذلك أنا أتحدث عن الهجوم على الرأي العام والهجومات ضد الدولة في سياقات مختلفة، مثلا الهجومات الإرهابية ونشر الجرائم المنظمة في
أمريكا اللاتينية بالذات، حيث أنا منها. الإرهاب ربما ليس هو المشكلة الكبرى هناك، ولكن التحريض على العنف والمنظمات الإجرامية في أمريكا اللاتينية هذا مجال عملي. بالنسبة للمشكلات التي تحدث عن سوء استخدام التكنولوجيات مثل الأخبار الكاذبة والدعاية والتجاوز الخصوصية والاعتداء على الصحفيين أو ناشطي حقوق الإنسان، من المهم أن نقول أن الحكومات يجب أن ترد على هذه الأمور، وهذا يعني في كثير من الأحيان أن هناك تقييد لحرية الرأي، وهذا ليس الرد المناسب على خطاب الكراهية. فأي نقاش انتقادي أيضا مهم من أجل التوصل إلى استراتيجية صحيحة للدفاع عن حرية الرأي، يعني أن يكون هناك رد على أي كلام وحق الرد على ما يقال. لا يجب أن تفرض الحكومات التقييدات أشد من اللازم، لأن الأنظمة الديمقراطية تقوم على دولة القانون، ولكن في بلدان مثل نيكاراغوا أو فنزويلا هي أنظمة ديمقراطية ولكنها تحت الضغط شديد، أو بوليفيا أيضا أو تشيلي، وهناك ضغط شديد عليها أن تستخدم هذه الوسائل. يتم تمجيد الإرهابيين في إطار حماية حرية الرأي على جانب الدولة. من جانب آخر هناك أيضا ما يسمى بكل سويتشز وحذف هذه المحتويات. هذه إجراءات متنازع عليها، لا يمكن تبريرها بالقانون الدولي. للصحفيين الحق أن يحموا هويات مصادرهم، وذلك في سياق المنصات التي تلعب دور مهم في إدارة المحتويات والتدفق المعلومات. والمقررين عن حرية الرأي قدموا توصيات ملموسة للشركات من أجل الحفاظ على معايير حقوق الإنسان فيما يخص مراقبة وإدارة المحتويات. في الختام أود أن أتطرق لبعض التوصيات التي قدمت للشركات. من ناحية أنه عندما نتحدث عن معايير المراقبة على يد الدولة من أجل حماية المنظمات غير الحكومية هي التالية. أولا يجب أن يكون هناك مراقبة لحماية حقوق الإنسان، والمطلوب أيضا أن تكون سياسة حرية الرأي تتفق مع القانون الوطني والقانون الدولي، لأنه كما تعرفون فهذا يخص الكثير من المجالات. وثالثا يجب أن يكون هناك حماية لمن
انتهكت حقوقه، وذلك في إطار عملية أو آلية تؤدي إلى قرارات معينة. ويسعدني كثيرا أن تكون هذه الأمور الآن معروفة من أجل أن نبني آلية للمراقبة. المطلوب أيضا مكافحة خطاب الكراهية، وعلى الشركات مسؤولية كبيرة، وتصبح هذه المسؤولية أكبر. أيضا على الصعيد الوطني في حالة سريلانكا، فجوجل وفيسبوك وتويتر ومايكروسوفت تمارس سياسة عالمية، ولكن النداء هنا أن يتعاملوا مع الخصوصيات الوطنية. أيضا في تشيلي ومكسيكو والأرجنتين وكندا في الغرب، حيث نعرف أن مثلا فيسبوك وتويتر يردون على الشكاوى ببطء شديد، لأنه لا يملكون آلية أو سياسة للتعامل مع هذه المحتويات التي تنشر على الصعيد المحلي. وختاما نقول أيضا أنه من الضروري أن يكون هناك معايير دولية لإدارة المحتويات. يعني نحن أيضا يجب أن نعطي الشركات مثل هذه المعايير من أجل الرد على هذه التحديات. نعم، كانت هذه إشارات وأفكار مهمة من أجل تحريك النقاش. إن كان لديكم أفكار أخرى هنا على المنصة، فما هي هذه، ما هي الحقوق، ما هي المخاطر لحقوق الإنسان عندما نتعامل مع هذه المحتويات المتطرفة والإرهابية؟ شيري، نحن نعرف أن حكومات أخرى اتخذت منطلقات مختلفة فيما يخص التنظيمات، والحجة المساغة هنا هي إن كان هناك التنظيمات فيمكن التعامل مع المشاكل أكثر، ولكن حسب رأينا فالقوانين المشددة لا تساعد كثيرا. الحكومات التي تحدد بشكل ضبابي ما هي المحتويات الإرهابية، إن لم يكن هناك تحديد جيد فهذا يؤدي إلى انتشار أكثر لهذه المحتويات الإيديولوجية والابتعاد عن التنظيم. قد يؤدي، يعني إذ إن بلغنا في ذلك فيتم حذف الكثير من المحتويات أكثر من اللازم، وينتقل النقاش إلى مجال أضيق. نحن نعتقد بأن التعاون التوعي مع الشركات ومتعدد الأطراف هذا هو المنطلق الأفضل. نحن نعتقد بأن الشركات تعرف أكثر كيف يمكن التعامل مع المحتويات الموجودة على منصاتها، ونحن نعتقد أيضا بأن بعض اللوائح الموجودة والقائمة بعضها متناقضة ومتضاربة لدى بعض الحكومات، وبالتالي قد يلهم ذلك الأنظمة القمعية التي تسجن مدراء الشركات في بعض الأحيان من أجل قمع الاختلاف السياسي في النهاية. وهناك مثلا القانون الألماني لمراقبة الإنترنت، وبعض الدكتاتوريين في العالم يتحججون به ويستخدمون ذلك كحجة لقمعهم. أود أن أشير إلى أن ردة فعلنا على هذا الخطر
يجب أن تكون ردود أفعالنا تضمن حرية الإنترنت. يعني لا يجب أن نرد بشكل يأتي على حساب الجانب المضي والإيجابي للإنترنت. هناك قانون آخر أيضا في أستراليا يعطي المنصات مسؤولية المحاسبة إن لم تقم بحذف المحتويات العنيفة، ولكن المشكلة الكبيرة بأن هناك واجب على المنصات أن تراقب هي بنفسها، ولكن من المفترض ألا تقوم بذلك. حسب وفقا للتجارة لمعايير التجارة الإلكترونية في الاتحاد الأوروبي، فهناك أشكال من الرقابة، والقانون الأسترالي يذهب إلى أبعد من ذلك أكثر من القانون الألماني. فالمحاسبة أصلاً جزء من هذه الإطارات القانونية، والفكرة وراء ذلك عندما نحاسب الشركات على محتويات تعرفها الشركات فهذا ليس رقابة، ولكن القانون الألماني لمراقبة المحتويات فهو يخص فقط المحتويات التي تسجل أو تبلغ في إطار الشكوى. وفي النهاية هذه المنصات إن كانت تحت ضغط حذف المحتويات المبلغة، وإن احتاج ذلك إلى وقت من أجل قراءة وتصنيف المحتويات، فهم يميلون أكثر لحذف المحتويات في مرحلة مبكرة. في كوريا هناك أيضا مثل هذا القانون، هناك واجب لحذف المحتويات غير القانونية، ولكن يتم حذف بعض الأشياء القانونية أيضا. كان لأحدهم فكرة غريبة في كوريا أنه يمكن تنظيف الهواء بمسحوق الغسيل، وهذا أدى إلى وفاة بعض الأمهات والأطفال. كان هناك بعض التحذيرات في الإنترنت، ولكن الشركات حذفت التحذير لأن الشركات يعني مصنعي الأجهزة حذفت هذه التحذيرات لأنه تريد أن تحقق أرباح من وراء بيع هذه الأجهزة. وهنا يتضح كيف أن القوانين تستطيع أن تحمينا. أما ما يسمى بالرد على الكلام في بعض الأحيان هو يستخدم أيضا نفس الأسلوب التحريضي. لذلك في كوريا هناك منصة نسوية تنتهج استراتيجية معينة، ولكن تستخدم نفس لغة الكراهية ضد الرجال فقط من أجل أن يشعر الرجال كيف يتم إهانة النساء عن طريق مثل هذه اللغة. ولأنهم يستخدمون نفس اللغة يتعرضون لمشاكل قانونية. فالشركات تقوم بحذف هذه المحتويات، ولكن الحكومة تلاحق الشركات لأنها قيدت حرية الرأي. شكرا جزيلا على هذين المثالين. شكرا. ما زال لدينا وقت فقط لثلاث أو أربع مداخلات بإيجاز شديد لو سمحتم. أعتقد أن هناك إجماع عالمي
أننا علينا حذف المواد الإباحية التي تستخدم الأطفال، هذا في جميع الحضارات والثقافات يعني، إلا فلا يوجد التزام دولي. ذكرت أنه محظورا في ألمانيا أنك تستنكر حدوث محقة اليهود الهولوكوست، فإذا هناك قوانين وطنية خرجت من البرلمانات الوطنية، وهنا نقول هذا الخط الأحمر لدينا. فإذا خطاب الكراهية، نتحدث هنا عن جريمة الكراهية، لو كان حرية التعبير يعني تتضارب مع قانون العقوبات لدينا، الشركات الآن مجبرة على حذف هذا القانون الساري المفعول حاليا في أوروبا، يعني يجب ملاحظة ذلك وحذف ذلك، وما زال تحت الإجبار لتحليل ما هو قانوني وما هو غير قانوني. فإذا بالنسبة لقانون الانفاض عبر الإنترنت، يعني يظهر أن شركات مثل تويتر وجوجل تحصل على 500,000 شكوى في العام، حيث المستخدمون قلقين من شيء له علاقة بجريمة كراهية أو خطاب كراهية، ونسبة الحذف يعني بين 20 إلى 25%، بما معنى أن الشركات لا تحصل كل شيء يرسل إليهم المستخدمون، لو فعلوا شيء جيد يعني ويحددون ما هو الشيء الجيد وما هو يجب حذفه نتيجة كونه خطاب كراهية. إذن ليس هناك تمييز واضح وفصل واضح يعني لما يجب حذفه يعني، وحذفت أشياء زائدة عن الحد. تأثير واحد للدرد العام في ألمانيا، وليس فقط درد من قبل الحكومة بل أيضا درد من داخل المجتمع المدني، درد الضحايا على الشركات مثل فيسبوك. عدد الأشخاص الذين يعملوا في ألمانيا يعملون في هذه الوظائف قد زاد، وأعتقد أن هذا نتيجة إيجابية. يعني تأثير واحد، حذف التدوين مدونة أو التغريدة، فإذا أيضا حذف مضامين لهذه المنظمات المتطرفة، يعني أن هذه المجموعات أيضا تترك فيسبوك وتويتر وجوجل وتبحث الآن عن منصات أخرى، ولا تستطيع أن تقنع جميع المتابعين لهم بمغادرة فيسبوك وتويتر وجوجل. فإذا التأثير الإيجابي هنا أن تكون هناك دعاية أقل بناء على القوانين الألمانية. شكرا. فقط بعد التعقيدات الإضافية، أظن أود أن أكرر هنا مرة أخرى لماذا المبادئ الناتجة عن كرايست تشيرش كانت حامل لهذه الغاية، حيث هناك هذا التحديد الضيق لخطاب الكراهية. تحدثنا للتو عن حرية التعبير عن الرأي، وأنا أظن أنه مهم للغاية أن لدينا حق في الولوج الحر إلى المعلومات، وأيضا الحق في الخصوصية هام. ولكن هنا بعض التوترات قائمة في هذا المجال، وهناك نزاعات وتضارب ما بين توجهات مختلفة. نرى أن هناك نزاع ما بين قوانين مختلفة وهناك قوانين مطبقة في بلدان أخرى، ونستطيع أن نقول أن هذا في داخل الحدود الوطنية هذا مادة محظورة، ولكن ما نراه هنا أيضا هي مشاكل قانونية في هذا السدد، والحكومات تندر في مضامين مختلفة. وكثيرا ما نعتقد أنه كلها لغة واحدة، كما قلت السياق مهم، يعني لدي خلفية في العمل الحكومي، لا عالم كيف نستطيع أن نصمم تنظيم للمواد بشكل جيد، يعني أن المضمون هام للغاية. فهنا نحتاج حقا إلى نقاش أوثق وأكثر كثافة حول كيفية تحديد الأفضل للمخاطر الموصوفة جيدا.
نعم، شكرا جزيلا. إذا بول، ومن ثم قد انتهينا من هذه الجولة. من الصعب، هذا صعب حقا، ولكن ليس صعبا إلى درجة كي يجب أن نبقى سلبيين. وعدم التدخل هذا أكبر خطر أمامنا. هنا تحدثنا عن المخاطر المهدقة على حرية التعبير ومخاطر أخرى. أعود إلى ما قالت السيدة رئيسة الوزراء بعد حدوث كرايست تشيرتش، لا أحد له الحق في البث الحي للصور التي تعرضه وهو يقتل أشخاص آخرين كثار. تحدثت إلى أشخاص آخرين، تحدثت إلى بنتي وزميلها فقد حياته هو في كرايستشيرتش، وهي شاهدت ذلك عبر البحث الحي. ونحن يجب أن نركز ونتمحور على الضحايا، والأفكار يجب أن تدور حول ذلك. لا يجب أن نتصرف بشكل مستعجل محرول، ولكن يجب أن نركز على ما هو المهم. ولو فكرنا في هذه المشكلة بشكل ذكي وأيضا تصرفنا بشكل ذكي، فستكون ذلك خطوة جيدة. في نيوزيلندا نستطيع أن نقول أن الأشخاص يفكرون حاليا كثيرا في ما معنى الإنترنت، وينظرون إلى الإنترنت من زاوية مختلفة. ويعني النتيجة هنا أيضا السلبية، أن الإنترنت يستخدم أقل وأقل، وإذا هناك تقليل الفرص للاستخدام الجيد. فإذا لدي بعض القلق من الفكرة أن الخطاب الكراهية دائما ينشر من قبل الأشخاص الشريرين، ولكن من وجهة نظرنا كواتشتك أستطيع أن أقول أن هذا ليس صحيحاً. في بعض الأحيان الأمر ليس واضحاً هكذا. مثلاً كثيراً ما أمهات يخفن في مجموعات الواتساب، يعني حصل هكذا وكذا، هل أنت بخير؟ أريد أن أطمن عليك. وفي المكاتب مثلاً يقال لماذا هذا الشخص لم يحضر إلى العمل، ولكن ليس دوماً أشخاص شريرين يتصرفون، وهذا يجب أن يبقى في بالنا عندما نصير السياسة. لا يجب أن نعرض هذه المستخدمين، هؤلاء المستخدمين الآخرين لأي خطر، بينما نطارد ونلاحق عسكرياً شريرين وأشخاص يتعاونون للخطف خطر في الإنترنت. والأسباق الأفكار المسبقة، القوالب الفكرية، أظن أنني ركزت على أهمية المراقبة المضمونية، ولكن من الصعب للغاية أن نقوم بذلك من غير تطبيق بعض القوالب الفكرية المسبقة التي هي في داخل المكائن أصلاً من حيث التطوير. يعني إذ أن هذا النظام مصنوع من قبل الإنسان، وستكون دوماً هناك أخطاء حتماً، ولكن يمكن أن يكون هناك نظم ستكون فعالة في 80% من الحالات، وهناك ما زال 20% من الحالات المتبقية. وماذا نفعل بذلك؟ فهنا يدخل العنصر الإنساني، وهذا حامل للغاية. النقطة الثالثة، أتمنى سنصل إلى نقطة ما في لحظة ما، حيث لدينا قواعد بيانات أساسية، مجموعات بيانات وبروتوكولات أساسية التي تنظم تصميم النظم، وهي يجب أن تكون مفتوحة للانتقاد مثلا من منتدى إدارة الإنترنت. لو فقط أخذنا من حاضر هنا معنا في هذه القاعة، يعني هناك مثلا يستطيع أن يقوم تحليل مجموعة بيانات ويستطيع أن يقول هناك عدم تمثيل جيد لكذا وكذا مجموعة من الأشخاص، أو أحدا ما يأتي ويقول هذه البيانات لا يجب أن تكون مشمولة في هذه المجموعة، وخبير في القانون يمكن أن يأتي ويقول هذه المعايير أو البيانات لا تتماشى مع المعايير القانونية. إذن هكذا هو، لا أثق في أي شخص يقول ها الذكاء الاصطناعي أصبح موجود وسيحل لنا كل هذه المشاكل. لا
أؤمن بذلك، ومن المهم للغاية أن نراجع كل هذه الحلول، وخاصة عند ما يعني هذا الجمهور والرأي العام. والآن أود أن أفتح النقاش للجمهور، ومن ثم بإيجاز شديد سنستمع إلى التعليقات الختامية. وأود أن أذكركم بالأسئلة. إذن أولاً، ما هي التوصيات السياسية من أجل المستقبل؟ وما ثانياً، ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه المنتدى، منتدى إدارة الإنترنت؟ هل هناك أسئلة أو تعليقات من الجمهور؟ أرجو استخدام الميكروفونات وأرجو الانتظار في الكلام. شكراً جزيلاً على هذا الموضوع الشيق والمثير. أنا كارما من أفغانستان، أنا عامل هناك لدى مكتب الرئيس، وسأقدم لكم رؤيتي، حيث أعتقد هنا نتحدث عن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل السلام. كما تعلمون، أفغانستان تحت الضغط الكبير من قبل الاعتداءات الإرهابية، و ما يمكن أن يكون إسهام القطاع السياسي في هذا الصدد، وما هي مساهمة سياسة فيسبوك في سياق أفغانستان؟ لدينا سياسة عالمية لشركتنا، وهي بكل تأكيد تنطبق تنطوي أيضا على أفغانستان، والطالبان أيضا على قائمة المنظمات المحظورة من قبل الأمم المتحدة. إذن يمكن حظر المضامين المنشورة من قبل طالبان، من قبل هذه الحركة، ولكن مسألة شائكة، حيث نحذف مضامين أنتجت من قبل حركة الطالبان، ولكن ما هو شأن بالنسبة للمضامين لو شاركت حركة الطالبان أيضا في عملية السلام عندما تتفاوض مع الحكومة الأفغانية ومع حكومات أخرى في العالم؟ وهذا حقا سؤال صعب وشائك للغاية أمام منصة يحاول أن يضع المعايير الموضوعية فيما يخص نوع معين من المضامين والحركة. ومن السهل أن نقول لربما المنصة يجب أن يتعاون مع الحكومات كي يضمن، كي تعرف ما هو الطريق الصحيح، ولكن هنا نفتح الباب على مصرعيه على سوء الاستخدام. ولكن بالنسبة للغات الصغيرة في أفغانستان، ما شأنها؟ هنا سمعنا مثال سريلانكا، ليس لدينا بيانات تدريبية كثيرة بالنسبة للخوارزميات، من الصعب التعامل مع ذلك. إذن كل البلدان في العالم لديها المشاكل الخاصة بها، وهذا بكل تأكيد ينطوي على أفغانستان كذلك. لو لم تكونوا جالسين معنا هنا على الطاولة، ولو كان لديكم أسئلة، أرجو استخدام الميكروفون الواقف. شكرا جزيلا. أنا من الهند، أتحدث هنا بصفتي الخاصة كفرد شخصي. هنا لا نتحدث فقط عن لغة واحدة أو بلد واحد أو منطقة واحدة، بل هذا يعني الجميع، أي جميع الأشخاص في العالم معنيين في طريقة أو أخرى في بالإرهاب، وهذا يقلقنا. لماذا ليس هناك سياسة دولية وقواعد دولية ضد الإرهاب؟ حيث في الزمن الحي يمكن حذف مع البيانات، وفي الزمن الحي يسمح للسلطات الملاحقة القضائية أيضا بالولوج، إلا فهذه المنصات تقدم ملاذا آمنا أو حماية ما، أو على الأقل هناك تأخر زمني نوعا ما، وهذا يعني ضرر على البلد المعني بالإرهاب، وهذا ما يقلقني فعلا. أود أن أقدم دراسة لحالة في سريلانكا. عندما انفجرت القنابل كانت لمدة ست ساعات هناك وقوف لبث الإذاعة،
ولم نسمع أي شيء من الحكومة. وزير ما قال نعم سمعت بشكل غامض أنه شيئا ما حصل، يعني لذا لم أذهب إلى الكنيسة. والرئيس الوزراء قال كم لم تكن لدي أدنى فكرة. والاستخبارات قالت أنه منذ 3 سنوات حذرنا من هؤلاء الأشخاص. فإذا هناك حالات حيث المصادر والمراجع الرسمية لا تتصرف بشكل يخدم مصلحة الجميع ولا تعرف أن تتصرف مع ذلك بشكل صحيح. وهناك حالات حيث علينا أن نطبع بعض القواعد ولا يمكن أن يحدث ذلك في زمن الحي مباشرة، إلا فسيلحق ضررا أكبر حتى، إذ أننا سنتجه نحو دولة الرقاب ولم نعد نتحرك في داخل ديمقراطية حرة. ولكن هناك تحدي تقني في بلد متخلف نوعا ما، ولكن لو تعلق الأمر بالأمن الوطني والقومي لربما علينا أن لا نركز كثيرا على حماية الخصوصية. ولكن هذا النقاش يستحق النقاش طويلا، دعونا ننتقل إلى مسائل أخرى. هذا شيق ومثير جدا، أتطلع بفرصة إلى التعليقات الأخرى. أنا رئيس مجموعة أملايت، ونحن نقدم أيضا خبرة في هذا المجال، يعني من الإنترنت. الموضوع هو الإنترنت متعدد اللغات، وأنا أحد الأشخاص الذين يعملون على ذلك منذ بداية التسعينات. ومن الضروري أننا نكافح الإرهاب السيبري، وأيضا يعني نشاط هذه الجماعات. باين هو مخبير وهو تعلم أيضا في هذا المجال، لأن في عام 2012 نحن طورنا علامة لتحديد ولتشخيص هذه الجماعات. ولماذا له أهمية؟ هنا نحن نتحدث الآن المحتويات الإرهابية أونلاين، ولكن هذا جزء صغير فقط من مشهد المخاطر. أنا لم أريد أن أتكلم هنا، ولكن أشعر بالإضطرار لذلك، لأن لا توجد هناك سياسة عالمية تجبر الإنترنت على أنه يعمل في خدمة الخير فقط. ولكن طبعا يمكن التعامل البناء معه فقط. لو طلبت منكم أنني أجلس على الأرضية بدون ميكروفون وأصرخ هنا في القاعة، أنتم تحسون غير الراحة، يعني عدم الراحة. ولكن طبعا عندما نحن مجبرين على عمل معين، هذا أحيانا غير مريح. بعد يومين من أحداث كرايست تشيرش، أنا كنت أطالب من المنصات بوقف قطع وإلغاء لايف ستريم. وطبعا يمكن إساءة استخدام ذلك، ولكن أعتقد أشرتم بشكل جيد إلى الحلول الجيدة في المستقبل. يعني نداء كرايست تشيرش هذا شيء ممتاز جدا، وأعتقد رئيسة الوزراء كانت تتحدث من أعماق قلبها. ولكن مع الأسف نحن نرد فقط على ما يحدث بدلا من الفعل المسبق. يعني IGF هذا يعني محل حلقة مناقشة، نحن نتحدث فقط، ولكن الأمر الضروري هو الفعل والممارسة العالمية والسياسة العالمية. وأتحدث أنا كمواطن أمريكي، وما يكون مقبولا في الولايات المتحدة سيكون أيضا مثالا لل
السياسة العالمية. أنا كنت في لوس أنجلوس في مدرسة شهدت اعتداء إرهابيا، والسيد من ألمانيا ردا على ذلك أقول طبعا الإرهاب له هدف كبير، ولكن أعتقد من الأهم أن نفهم ما هي حوافزهم، لماذا يصبحون إرهابيين. وعندما نفهم ذلك يمكن التعامل مع التهديدات وشطب وإلغاء بعض المحتويات منهم. ولا يجوز لنا أن ننسى أن كامبريدج أناليتيكا كان له دور شرير جدا، يعني أسوأ من دور أي إرهابي، وأعتقد هذا مهم أن نأخذه في عين الاعتبار، لأن ما نعمله هنا ربما لا نستطيع تحقيقه من خلال نماذج عالمية، ولكن ربما نحتاج فعلا إلى قوانين محلية وعلى المنصات الشبكات أنها تتقيد بالقوانين المحلية. مثلا داو كيميكال، كان هناك هجوم على المعمل في معمل بوبال، وهذا ليس موضوعنا، هذا صحيح، ولكن أشرح لكم لماذا أتطرق إلى ذلك. عندما تعتبر شركة منصة إلكترونية شركة تكنولوجية فقط لا تتحمل المسؤولية غير التقنية، يعني لا يكفي إصدار قوانين بدون إجبار الشركات أنها تشارك مشاركة اجتماعية مهمة. شكرا، وليس من الضروري أنكم تردون على ذلك. أعتقد هناك أفكار مسبقة ونمطية تؤثر على مسألة التعامل مع الإرهاب. لم نتعلم مما حدث في أمريكا اللاتينية، لم نتعلم من الحرب العالمية على الإرهاب بعد 11 من سبتمبر، لأن هناك الكثير من العمليات الإرهابية المتنوعة، ولكن أكبر عدد الضحايا يكون ضحايا إرهاب الحكومات. يتم إطلاق الاسم على شخص وهو يعني إرهابي، ولكن في يوم ما يجب الجلوس معه على الطاولة، مثل طالبان أو مثلا المؤتمر الوطني الأفريقي في بلادي كان يعتبر سابقا أيضا منظمة إرهابية. لابد من التعامل مع هؤلاء الناس، والحوار ليس حياديا. عندما لا نتعلم من أخطائنا في السابق سنكررها مستقبلا، ومن يدعو إلى فهم الأسباب والحوافز للإرهاب يجب أن نبحث عن الأسباب المصادر المعلومات. شكرا. باختصار شديد أود أن أعلق على ما قيل في النهاية. أنا كباحث سابق أشكر أرشيف الإنترنت لأنني استطعت أن أستفيد منه لأبحاثي، يعني أستخدم المواد الخام إن صح التعبير، وأنا أعتقد أن هناك إمكانية للتعاون الحقيقي والIGF. منتدى الإنترنت هو الملتقى المناسب لذلك. عندما نحذف ما يخالف شروط الاستخدام لدينا هذا حقنا، ولكن كيف نوفر هذه المحتويات للباحثين لناشطي حقوق الإنسان؟ فلا بد أن نتعاون هنا مع المنظمات ومع الحكومات، ويجب أن يكون هناك فضاء للتخزين هذه المحتويات مع الحفاظ على الخصوصية. إذن شكرا جزيلا لك. أظن لدينا وقت لسؤالين أخيرين أو تعقيبين،
هناك وهناك. سوف أختصر. نيلكا كاشاوا، أنا أمثل القطاع الخاص في كندا. هذه مجموعة محترمة من الباحثين والعلماء وأصحاب الشركات. هل تعتقدون بأن الشركات تستطيع أو هل هناك واجب للدقة على الحكومات على الدول، وهل تستطيع هل يمكن إلزامها على الالتزام بذلك؟ أظن لا أحد يريد أن يجيب على السؤال. اسمي مالكم. أنا أعرف أن هذا المنتدى هو منتدى إدارة الإنترنت، وبالتالي هناك خطر عندما نعتقد أن جميع المشاكل التي تأتي من الإنترنت يمكن أن تحل هنا. بروتوكولات البيانات لا تستطيع أن تحل المشاكل. نحن نعرف بأن شركات الإعلام ربما تفهم البلدان التي هي فيها أكثر، وبالتالي هذه المؤسسات الإعلامية ما هو دورها؟ الإنترنت كبير بشكل هائل، وهذا يعتبر ضعف وليس قوة. وسائل الإعلام التقليدية هي موجودة على الأرض، وبالتالي تستطيع هي ربما أن تحل المشكلة. أنا سعيدة جدا أنك أثرت هذه النقطة، لأنه سؤال مهم جدا. إحدى المشاكل التي نحن أمامها هي التالية. هناك خطر. الإنترنت كبير ومعقد ومركب، وهو موضوع مفضل، وهو يأخذ فضاء وحيزا كبيرا على حساب بقية الوسائل، والكثير من أعمال العنف تحدث على الأرض وفي الحياة الحقيقية بدون إنترنت. الوسائل التقليدية، الوسائط التقليدية موجودة حيث لا يوجد إنترنت في بعض الأحيان. ربما يمكن استخدام الإنترنت عن طريق الهواتف الذكية، ولكن الكثير من المحتويات أيضا يروج لها عن طريق وسائل إعلام تقليدية، وربما في ذلك فرصة. نحن كحكومة أمريكية نحاول منذ زمن أن نستفيد من وسائل الإعلام التقليدية من أجل مناهضة خطاب الكراهية والتطرف، وأعتقد أن على جميعنا أن نتذكر بأن المطلوب ليس فقط ما ينشر على الإنترنت، إنما الموضوع أكبر من ذلك. أنا أعرف من أين يأتي السؤال. بعد الهجمات الإرهابية في سريلانكا كان هناك مقال نشر في نيويورك تايمز قال من الجيد أن سريلانكا قامت بحجب الفيسبوك وتويتر من أجل وقف خطاب الكراهية، وقلت أنا آنذاك منذ 30 سنة لدينا حرب أهلية ويموت الناس يوميا بدون فيسبوك وبدون إنترنت. هناك قضايا سياسية أساسية يجب أن تحل، يجب أن يكون هناك مصالحة على الأرض بدون إنترنت، والموضوع أكبر
من ذلك، ولكن نستطيع الآن أن ننظر إلى دور الإنترنت، نستطيع أن ننظر إلى دور المنصات والمحتويات وننطلق من هنا، وغيرنا قد يعمل في مجال آخر. الكثير، نعم، الكثير من مجتمعاتنا فيها خطابات معينة، فيها الكثير من الأحكام المسبقة، وتتسبب في الكثير من المشاكل. هنا في المنتديات أيضا نحن نعتقد بأن هذه سياسة جيدة والمشرعين جيدون، ولكن هذا غير صحيح عندما ننظر إلى التاريخ. لا يجب أن نعتقد أن الجميع في الغرب يعملون لمصالح الجميع. دور الصحفيين والصحافة طبعا هذا أمر مهم جدا، ومن المهم كذلك أنه يتم حماية الصحفيين الذين يعني يبحثوا في موضوع الإرهاب وإعطائهم أيضا الفضاء للعمل. كان هناك حدث في كندا في ميديا أوتلت، يعني تم فيه البحث في موضوع داعش، و كانت هناك رفعت شكوى على أو من أجل إجبارهم على إفشاء مصادر المعلومات، وهكذا يتم إعاقة العمل الصحفي. سلطات الدولة طبعا تستخدم هذا الخطاب، خطاب الإرهاب في بلدان كثيرة. وطبعا السلطات الحكومية لها أيضا الحق في التعبير عن رأيها، ولكن يجب أن تكون أيضا دقيقة جدا فيما تقوله. مثلا في أمريكا اللاتينية كثير من رؤساء الدول أو وكلاء دولة في بلدان كثيرة يقولون مرارا وتكرارا، نعم هذه هي كلمة إرهابية، أو هذه العبارة هي كلمة إرهابية، ولكن هذا عبارة عن حرية التعبير. وإذا كان من الممكن أن تستخدم هذه الحجة كوسيلة قمع. وطبعا يمكن أن نتنازع عن مسألة تنظيم المنصات ومراقبتها، ولكن يجب أن يكون ذلك مناسبا، والقوانين مثلا لازم نسأل باستمرار هل هي مناسبة، هل هي معقولة. هناك قوانين لمكافحة لفظ الإرهابي أو الإرهاب بشكل عام، ولكن من ناحية أخرى يجب أن نعمل على عدم تقييد وإعاقة حرية التعبير. شكرا جزيلا، أعطي لكم لكل واحد منكم 30 ثانية فقط للكلمات الختامية، وأرجوكم عدم الإطالة. من هناك يعني مقترحات سياسية، أعتقد هذا الاقتراح حول موضوع الميناء الآمن، المرفأ الآمن، يتجاوز على المعقول، وكذلك مسألة انتهاك حقوق الملكية الفكرية. أعتقد هذه هي خطوة ذات المغزى، وأعتقد إن كانت هناك محتويات غير سرية يمكن تحميلها. وانتهى الوقت لك.
في نقطة واحدة، يعني الإلغاء الجبري يتسبب بالمشكلة إنه يتم ترسيخ أو تثبيت المنصات. يعني فيسبوك عندهم 50,000 شخص يفتش البيانات، وكل من يتنافس مع فيسبوك يحتاج الموارد المالية للعب بهذا الحجم، وهذا أيضا حجة ضد الإلغاء الجبري. شكرا. لا ينبغي علينا أن نتحدث عن أونلاين، ولكن نتحدث أيضا عن الحياة الواقعية. وأعتقد من المهم جدا أننا نتبادل الرؤى ونتائج البحث العلمي، ما هي الأسباب لتحول المرء إلى إرهابي، كيف يمكن منع ذلك أو الحلول دون ذلك، وما هي الإجراءات الوقائية. طبعا لا يتعلق الأمر بالشبكات الاجتماعية فقط، طبعا لها دور مهم جدا، ولكن أعتقد لابد من توسيع المناقشة، طائفة المناقشة. شكرا. هذا فعلا موضوع صعب جدا. من رؤية الشركات أستطيع القول بأننا مضطرين لتحمل مسؤوليتنا، مضطرين للعمل بسرعة وبشكل مرن في سياق وفي بيئة متغيرة باستمرار وبسرعة. وأعتقد أهم شيء هو أننا نضع الأمن العام فعلا المرتبة الأولى، نعتبره المبدأ الأهم لنا. الأمر الصعب هو تحديد المورد المهم، وهذه المناقشة تدل أو تشير إلى الأدوات المتوفرة في العهد الرقمي. يعني التدفق الحر للبيانات يمكن استخدامه كسلاح أيضا، وتحدثت عن دور IGF كمنتدى للأطراف المعنية مختلفة، ويجب أن يكون من الواضح جدا ما هي المواضيع التي نحاول حلها، وكيف يتم توزيع المسؤوليات ما بين الحكومات والمجتمع المدني والشركات. ونحن كشركات نعترف بمسؤوليتنا، ولكن طالما لا نعترف بها، يعني كل الأطراف تعترف بها، لا نستطيع إيجاد الحلول المناسبة. يعني وعود التكنولوجيا بالنسبة للتنمية وتطور الاقتصاد هذا لا يكفي، لأن هذا قد يضر أيضا على الرأي العام أو على البشر. إذن لابد من الإشارة إلى النزاعات الموجودة. أود إعادة القول بأن كل شيء معقد وصعب. الأمر غير متعلق بالإنترنت فقط، ولكن أيضا بحقوق الضحايا. يمكن نتحدث بشكل طويل ما لا نستطيع عمله، ولكن أعتقد من الأفضل أننا نتحدث ما نستطيع عمله. وقد يكون أسهل أن نترك الأمر للشركات ونقول هي مسؤولة عن كل ذلك، ولكن أعتقد من الأفضل أننا نتعامل ونتعاون مع بعضنا. أنا أقول ما هو نوع البحث العلمي الذي نحتاجه. نحن نحتاج لمزيد من البحث حول اللغات، وأيضا لماذا تحدث ذلك أونلاين، يعني ما هي الظروف التي تسمح بذلك. الحكومات يجوز أو ينبغي عليها أنها تشجع
تبلور القدرات الرقمية، أن هناك مثلا المساعدين الأوليين في حالات الأزمة الرقمية، حتى الآن هذا غير موجود. نقطتين فقط، أو أحيانا القانون بيكون غامضا، الأمر الذي يؤدي إلى تصرف المحافظ من جانب الشركات، خصوصا فيما يتعلق بالتعامل مع بيانات من مؤسسات بحث. أحيانا نحب مشاركة توزيع البيانات، ولكن نحن نحس بأننا لا نستطيع ذلك، أو يتم المعاقبة على ذلك. يعني لسنا متأكدين هل هذا مشروع أو غير مشروع. ونقطة أخرى، عندما نبذل جهودنا المشتركة، هناك أمر واحد مهم جدا، نحن اجتمعنا هنا لمناقشة هذا الموضوع لأننا نعتبر IGF مستوى أو جهة مهمة وفيها كثير من الشخصيات ذات النفوذ، وبالتالي نعتقد لابد من مناقشة هذا الموضوع مستقبلا أيضا على مستوى IGF. طبعا التحدي هو تحديد ما هو المحتوى الإرهابي، ولكن هناك جانب آخر يعني لازم نتطرق إليه، هو ما هو شكل صيغة النجاح في هذا المجال. تحدثنا كثيرا عن المسؤولية والمهام، ولكن أعتقد الأسئلة المهمة هي هل نريد إنترنت خالي من المحتويات المشكوك فيها وهي محددة من قبل الحكومة، أو نريد مستخدمين قادرين على التمييز لتقدير المناسب بالمحتويات وتعامل المناسب معها؟ وأعتقد إن مجرد إلغاء المحتوى لا يتماشى مع إيماننا في الحريات الجذرية الأساسية، وبالتالي نحن مضطرين لإيجاد التوازن ما بين احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير. أعتقد هذا فعلا توازن صعب، و أعتقد الحكومات التي تتخذ القرار لحالها أو سوية مع جهات أخرى قد تؤثر تأثيرا كبيرا على مستقبل الإنترنت كما نعرفه. ونحن طبعا نقدر دور IGF في تجميع الأطراف المعنية لمناقشة هذا الموضوع، ونأمل أن IGF في بولندا في العام قادم سيضع هذا الموضوع على الأجندة من جديد، أيضا في مثلا نطاق محتويات صعبة أخرى. أنا أظن بأن الرقابة ليست هي الوسيلة المثالية، يجب أن نكون واضحين في تعريفنا لما هو حرية رأي وما هو خارج هذا الإطار. وهناك خط رفيع يفصل بين الاثنين في بعض الأحيان، وهو يحدد ما نحذفه وما نمنعه. وأنا أوافق أيضا على أنه لا يجب أن نعطي المسؤولية للمنصات للشركات وحدها، إنما هناك أطراف معنية متعددة ويجب أن تتشارك وأن تحدث سردية مضادة، بما في ذلك إدانة هذه السردية على يد بعض الحكومات، ولكن بدون قمع رأي المعارضين. شكرا. أظن أن هذا النقاش
كشف عن وجهات نظر متعددة ومختلفة جدا. منتدى إدارة الإنترنت يجمع الكثير من الأطراف المعنية المختلفة، وهذا مفيد. ربما لا نستطيع أن نتفق عالميا، ولكن على الأقل نستطيع أن نتعلم ونرى ما يقوم به الآخرون من أجل الاستمرار في هذا الحوار وتحسين سياساتنا. شكرا جزيلا على المشاركة.